وصلنا لفقرتنا الأخيرة ليا، يمكن سر الإشراق ببشرة نقية صافية خالية من أي عيوب ومتألقة من دون مكياج. أما تحقيق هذا الإشراق فلم يعد الأمر الصعب بوجود تقنية تجميلية فعالة تعرف ببيبي جلو وتتميز بسهولة التطبيق وسرعة ظهور النتائج المرجوة. ولنحكي أكثر عن هالتقنية معنا أخصائية البشرة منى إيبو. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا فيكي مدام منى. يعني بالبداية خلينا نحكي موضوع كتير مهم قبل ما نتعرف على التقنية الجديدة يلي معنا بالاستديو، هو موضوع الاهتمام بالبشرة. هي الثقافة قديش مهم إنه هي تكون موجودة بداخل كل سيدة، إما الاهتمام بالبيت أو الاهتمام بمراكز التجميل أو عند أخصائيين تجميليين. قديه مهم العناء بالبشرة، وكل أيمت وأيمت المفروض إنه نهتم؟ أكيد يقال إنه كل النساء جميلات، بس في شرط. إذا اهتممنا بأنفسهن، إذا الاهتمام هو شيء كتير أساسي وشيء كتير مهم لحتى نحن نحافظ على بشرتنا، على إطلالتنا، على شباب بشرتنا إنه يطول. يعني هلأ من خلال العلم وعلم التجميل اللي هو واسع، وكل يوم في اختراع، وكل يوم في قصة، وكل يوم في شغلات كتير مفيدة للبشرة. ما عاد في شيء اسمه شيخوخة، ما عاد في شيء اسمه مشاكل إذا اهتممنا بالبشرة. طبعا العناية اليومية، نحن بدنا نقسم الاهتمام بالبشرة لثلاث فقرات. أول رقم بنقول العناية اليومية، يعني العناية الشخصية اللي أنا بدي اهتم ببشرتي بشكل شخصي. شو هي؟ هي عبارة عن تنظيف وترتيب وتغذية صباحا ومساء، كتير سهلين وكتير حلوين وكتير سلسين إذا الوحدة عرفت كيف بدها تهتم ببشرتها. هذا الحكي يذهب 70% من مشاكل البشرة، تخيلي. طيب شو الفقرة الثانية؟ الفقرة الثانية هي الذهاب إلى مراكز التجميل، ولكن مو كتير. يعني إذا أنت مهتمة ومثل ما قلنا مهتمة بشكل يومي، بيصير في عندك بقى روح على مراكز التجميل كل فترة وفترة، تقريبا حسب الأعمار. للأعمار من 15 لل 25 بكفي مرة بالسنة، من أعمار 25 لل 45 مرتين، وطبعا ما بعد ال 45 بيصير عنا أكثر، لكون البشرة بتبلش تفقد في خصائصها مشاكل، وبدها بقى نحن بمراكز التجميل نعوض هالفقدان هذه اللي هي فقدته. نيجي للفقرة الثالثة اللي هي الاهتمام بالنسبة للعناية الشخصية، انه نحن نهتم نعمل مرة بالاسبوع لحالنا ونكون خبيرات انفسنا. هي كتير كمان حلوة. بلا مقطوع عن حديثك مدام منى، يعني في شيء بنشوفه كتير هلأ منتشر بالمجتمع، أي سيدة بتشوف على الفيسبوك خلطات بتصير بدها تجربها بالبيت. طب هي ممكن ما تكون منيحة لبشرتك، جارتك بتقلك هي الخلطة هي بجوز ما تكون صحيحة. هون خلينا بما أنه عم تحكي بهذا الموضوع، الاهتمام الأسبوعي، تماما أنه الاهتمام الأسبوعي، أنه كيف بده يكون؟ أنه أكيد مو كل البشرات بتتلائم مع كل الخلطات، ما تمسكي مثلا لبن وليمون وتعملي لي مظبوط، صح كلامك. لذلك هلا الروحة على المركز لعند اختصاصيين ذوي خبرة عالية، وناخذ نحن هوية بشرتنا، صح. هل هي طبيعية، هل هي جافة، هل هي دهنية، هل هي حساسة إلى آخره. في كثير أنواع بشرة، طبعا الاختصاصي هو اللي بده يكشف لك نوع بشرتك، وبنفس الوقت لما بيكشف لك نوع بشرتك بتاخدي أنت منه بقى بعض النصائح. هذا الشيء الطبيعي اللي نحن حنكون من البيت ناخده، هو بيناسبني او لا. مثلا مثل ما قلتي النت كثير، اي وحده ممكن جاي على بالها تتسلى طالع خلطه بتنتشر للاسف، والعالم بتصدق. لذلك لا، بدك تروحي لعند اختصاصي يشخص لك نوع بشرتك، يشخص لك مشكلتك، اذا عندك مشكله بيعالجها، وبعدين بقى بتتوجهي انت، بصير عندك روتين. روتين كثير حلو، تمام. يومي وأسبوعي، يعني يومي عناية، أسبوعي خبيرة نفسك،
وطبعا السنوي اللي هو سنوي او شهري عنا بالمراكز. اللي هو فعلا عند المراكز. بدينا فقرتنا عم نحكي عن تقنيه جديده للاهتمام بالبشره، وانه هي التقنيه بتقدر تساعدنا لحتى نكون بمظهر كثير جميل من دون مكياج. خبرينا عنها. بيبي جلو. بيبي جلو عن جد تقنيه اكثر من رائعه، وطبعا انا معروفه بوسط العمل يعني مهنتي اني ما بقرر اي شيء الا لبعد ما جربه كثير واخذ نتائجه، وبعدين بقرر انه هذا مجدي او غير مجدي، هذا صح ولا غلط. اختراع البيبي جلو هو فينا نقول ميزه سمعانين على الميزه طبعاً اكيد طبعاً. هو مستخلصات فيتامينات، مستخلصات مواد حمض أمينية، مستخلصات كتير مفيدة للبشرة، ولكن ملون. يعني مدخلين له هلأ من جديد المستخلصات الملونة، شيء بيشبه، ما بدنا نقول فون لأن الفون معناتها نحن غلطنا بحقه. الفون لأنه هو إشياء سطحية جدا وإشياء لا بتضر إذا دخلت لعمق البشرة. هون هو هذا مستخلص ميزو بس ملون وبتقنيات وبمركبات عالية الجودة، تستفيد البشرة فينا نقول تريتمنت معالج. إذا عندنا مشكلة بيعالجها وبنفس الوقت بيوحد لون البشرة، بيطفي لون على البشرة وبيعطيها لون وبيعطيها نضارة بيعطيها إكلة، وبنفس الوقت كتير دارج هلأ بأوروبا ودارج بأمريكا، خاصة إنه هن شعب عملي. يعني نحن يمكن النساء العربيات أكثر عندها خلق إنه تقعد تعمل ميك اب مثلا عندها مناسبة، عندها شغل، عندها شيء إنه تقعد أكثر وقت، ما عندها مشكلة. بس هن مالهم هيك، هن بضلوا بشراتهم بيعطونوا بالأشياء العملية، هو نوع هذا والحلول السريعة بيتبعوها، هو حل سريع بنفس الوقت قيمت من كانوا بيضاين تقريبا شيء 4-5 اشهر. تمام، خلينا نحكي عن ايجابياته وسلبياته. هلا بالنسبه لايجابياته بعد نحن ما بنشتغل عليه، هو طبعا بده يكون من خلال جلسه الى مراحل طويله، وبده طبعا ايد خبيره. بيعطينا بقى هالايجابيات الحلوه، بشرتك بتحسي كانه عن جد حاطه فون. يعني لونها موحد، عندها لمعة كتير حلوة، عندها نضارة كتير حلوة. حتى هو معالج لقصص، إذا كنا فينا نقول مثل التصبغات إذا كانت موجودة تحت العين أو فوق العين، الكلف، النمش، كل شيء، أنواع التصبغات للكلف للنمش، أي أنواع من أنواع التصبغات بيعالجها. ما له سلبيات بالمطلق. مدام منى، احنا خلينا نشوف المنتج البيبي جلو، في منه كذا لون طبعا. انت اللي بتختاري اللون للمريضه او للزبونه، وبيتم عمليه الحقن مثل كيف بيتم على كامل الوش؟ مو تقنيته مش بالحقن، مو بالحقن، تقنيته من خلال جهاز بنقال له ديرما بين له راس. هالجهاز هذا كنت انا حابه اجيب لكم اياه بس كبير. الرأس تقريبا فيه شيء 26. كنا جربنا على الهواء وحدنا اللون. لا هو اكيد بدكم هيك تشاركوني على المركز واكيد رح تنبسطوا بالجلسه. له تقريبا بحدود ال 24 راس مدبب. له سيرات كهرباء. هون نحن بنختار قد ايه بدنا اللون، في عندنا بيج الغامق، البيج الفاتح، في عنا الروز. هلا دائما البشرات اللي مايله انه عندها شحوب روز، برافو عليك، بنختار لها اللون الزهري الروز، بصير في تجانس لانه هو يخترق البشره اذا قسمناها. عنا ثلاث طبقات، بناخذ اول طبقه اللي هي الجلد، قسمناه ثلاث طبقات، اول طبقه اللي هو البشره، هذا يخترق تقريبا كم طبقه من الطبقه السطحيه البشره. اوكي. عميق. لما نحن بنختار للبشره الشاحبه لون الروز، معناتها صار في تجانس، عطت بشره فيها حيويه، نضاره يمكن بتعمل بالضبط، نضاره وحيويه، وبتحسي حالك انه ايمت شو ما كان وضعك، سبحتي، سافرتي، فقتي من النوم، دائما وشك نضر. مدام منى، قبل ما نختم، قديش بتضل هي البيبي جلو على الجسم؟
تقريبا حسب استقلاب الجلد. فينا وفينا نعملها بمناطق غير الوش بالضبط، اي مكان عندنا في مشكله او ندبه او لون غير لون البشره فينا انه نصلح فيه. وطبعا هي مثل ما حكينا جلسه طويله قبل منها كثير مراحل، في ميزو قبله وفي تقشير لحتى ناخذ الخلايا البيبيات ونحط لها اللون اللي معتمد بدنا نعتمده، وبتقعد تقريبا مع استقلاب الجلد ما بين الأربع على الست شهور. شو يعني حسب استقلاب الجلد؟ خلينا نوضح. دائما الجلد يتجدد. نعم. دائما نحن هذا اللي شايفينه كلياتنا هذا بيروح وبينخلق غيره. أكيد. وهي نفس الشيء بتاخذي اللون بيقعد على البشرة مع يعني ببلش بقى يروح مع استقلاب الجلد مع نزول الخلايا الميتة. ونحن هون بحاجة لنجدد مرة ثانية وعادي بالتجديد كل فترة وفترة بالضبط، لأنه هي بالنهاية مثل ما قلنا مركباتها كلها فيتامينات وشوية ملونات، ومو غلط إذا كل ست أشهر الواحد عمل له جلسة جلستين بيعطي شيء حلو للبشرة. نعم مدام منى، نحن كثير بدنا نتشكرك، ويعني دائما بنحب السيدة تهتم بحالها ونوضح لها تقنيات جديدة صارت موجودة بالبلد. شكرا كثير لك وشرفتينا. شكرا لك. شكرا كثير لك ولوجودك معنا لليوم سيدة منى.